وحرص الرئيس السيسي على تقديم التحية لعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة. وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع هؤلاء الأبطال، وشارك في الصورة التذكارية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. أسود واقفين في حبك يا بلادي، أسود قدام كل اللي يخون يا عادي، ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا، أسود وقد الوعود، أسود واقفين في حبك يا بلادي، أسود قدام كل اللي يخون يا عادي، ده مين يمسنا أو يجي يقرب هنا، أسود وقد الوعود، أسود واقفين في حبك يا بلادي، أسود قدام كل اللي يخون يا عادي.